أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت يوم أمس الجمعة 17799 فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. وبيّنت الوزارة أن نتائج تلك الفحوصات أظهرت تسجيل 52 حالة قائمة جديدة، منها 17 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 15 حالة قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم، فيما أعلنت الوزارة تعافي 36 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 420 حالة.